السلام عليكم ورحمة الله. أنا مبروك محمد أحمد بوش بوشاعين محمد مبروك وأستشهد ابني دفاعا عن الوطن على بريان بالذات. هذا وين ما زالوا لي 6 أولاد مستعد ندفع بيهم وأنا على رأسي إن باش يدوسني هالأشكال بقزمتهم هذه راهي ما يصيرش. والله ما دام فيا نفس تخش وتطلع لا ترجع. لو بندفع بالستة لا لا ندي جزال ولا شكر. أنا 7 أولاد أتحدى أي واحد في ليبيا يسمعوا فيه إذا كان عبر الأثير أن يقول أنا أعطي المبروك بوش ولا أولاده 7-5 دينار نتحاسب به. اللي توفى هذا 24 سنة متخرج من الجامعة 2 سنين قاعد والله ناخذ قرش لما محمد يقول لي أبوه أخوه الأكبر منه نفس الشيء. وأنا ما فيش راه مفتاح يعرف الشيء. فيش مناسبة في غليان بالذات في غليان بالذات يهون عليها الراس الشباب شجعان شجاعة. وانا طبعا انا ظروفي ما تسمحش ولا كان هذا انا خذت المحور هذا اللي هو موضوع الريح انا عصبي من غير بصر ولكن انا من ناحية كلوة والحالة وداير جرعة كيما هو انا ما نقدرش نأثر في الشمس وطبعا عندي المناعة والواحد اللي كان هذا انا نمشي لهم ونشوف فيهم ووضعهم مش عاجبني لان عن هامش يبوا من يقول شباب معناها يعني ما مالتهمش عيني في التشجع وفي الاقدام الحياه ما دايرينهاش على